مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الجوله الصحفيه من قناتكم شوف تيفي. البدايه ستكون من يوم الصباح التي عنونت صفحتها الاولى قاصرات ضحايا فضيحه جنسيه بمراكش. وكتبت اليوميه في مقالها ان شكايه مجموعه من الاسر باقامه السعاده رقم 2 تقاطرت على الشرطه القضائيه منذ الاسبوع الماضي الى صباح امس الاثنين بعد تفجر فضيحه استغلال 50 لبناتهن جنسيا لمده طويله. باقي التفاصيل تجدونها بيوميه الصباح. أما يومية أخبار اليوم فقد عنونت في صفحتها الأولى سلفي جهادي خرج من السجن في المغرب ونجح في الالتحاق بداعش. وكتب صاحب المقال بأن قضية مثيرة في ملف الجهادية بالمغرب، فبعد المفاجأة التي اهتزت لها العاصمة الرباط والتي كان بطلها مغربي قضى عقوبة حبسية في بريطانيا في قضية إرهاب، كشفت مصادر مطلعة لأخبار اليوم أن مغربيا آخر من أوائل الذين تم اعتقالهم في المغرب على خلفية تهجير الشباب للقتال في سوريا وقضى عقوبة حبسية تصل إلى سنتين وغادر الأسبوع الفائت المغرب ليلتحق بداعش. باقي التفاصيل تجدونها بيومية أخبار اليوم. وفي جريدة المساء التي عنونت في الصفحة الأولى التحقيق في تسرب أطنان من المركبات السامة للمياه الجوفية بالرباط. وأضافت اليومية بأن شبح تسرب مادة سامة للمياه الجوفية قد عاد إلى الواجهة مع استعداد اللجنة المختلطة للقيام بجولة مراقبة لمطرح أم عزة الذي يستقبل عشرات الأطنان من النفايات اليومية. باقي التفاصيل تجدونها بيومية أخبار اليوم. بودريقة هرب، خريبقة أقنعت، الفوضى سادت والجمهور كان رائعا. هكذا عنونت يومية الأحداث المغربية مقالها في الصفحة الريادية. وكتبت اليومية بأن جماهير الوداد قد أنهت إبداعاتها خلال مواجهة أولمبيك خريبقة على أرضية مركب محمد الخامس. وأضافت اليومية بأن الوداد مني بهزيمته الثالثة في هذا الموسم بعد فوز أولمبيك خريبقة. كما أشارت اليومية إلى فوضى التنظيم التي كانت أن تفسد احتفالات الوداديين بالتتويج. باقي التفاصيل تجدونها بيومية الأحداث المغربية. إلى هنا نأتي إلى نهاية الجولة الصحفية، دمتم في رعاية الله. ابو نوف لاشين ديالنا سور يوتيوب و بارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو و بلا ما تنساو ديرو جيم و الا بغيتو تشوفو شاشه شوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون و ما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبرو فيه على ارائكم اقتراحاتكم و حتى انتقاداتكم.